الاول. هنا من تتواجد من حاف على المركز الاول من هجن العاصفه على مقدمات هذا الشوط اللي يضمر من حاف السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. ننتقل مباشره الى المركز الثاني في هذه اللحظات، ومن تتواجد مشاهدينا الاعزاء وقار تاتي على المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم ال مكتوم حمد بن علي العويسي، بينما المركز الثالث مياسه تتواجد في المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم حمد بن ضعيب بن غدير يتولى عمليه التضمير والتدريب. ننتقل الى المركز الرابع من الجانب الاخر، تاتي تحذير من هجن الرياسه، سهيل بن احمد بن دري الفلاحي يتولى عمليه تضمير تحذير. المركز الخامس وصلت سمحه لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد ال نهيان، يمعى بن عتيق الرميثي المحترف لياتي مع انطلاقه سمحه في المركز السادس والمركز السابع. تدخلت هنا وانتقلت الى المركز السادس مشاهدينا الاعزاء تواجدت ايضا محنه من هجن الرياسه، عيسى بن احمد بن مايد الخيالي من يقدم محنه في المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع تنطلق ايضا الخزنه في هذا الانطلاق الرائع والجميل مع المركز السابع مشاهدينا الاعزاء من هجن الرياسه، وايضا مبارك بن احمد بن مايد الخيالي ليقدم الخزنه خلال هذا الانطلاق. المركز الثامن تدخلت العفريت في المركز الثامن من هجن الرياسه، احمد بن مطر بن مايد الخيالي مقدما ايضا العفريت مع المركز الثامن والمركز التاسع. وصول خطير ايضا هنا مع مختارها التي اختارت هذه اللحظات بالانطلاق مع المركز التاسع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد ال مكتوم وعتيق بن سالم بن العرطي من يتولى عمليه التضمير، بينما المركز العاشر تاتي نشوه على المركز العاشر من هجن الشحانيه مع ايضا محمد بن خالد العطيه من يقدم مشاهدينا الاعزاء نشوه في هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحري المثير. الله الله، هذه هي الاسماء المنطلقه مع العشر المراكز الاولى خلال هذا الانطلاق لننتصف مسافه الخمسه كيلومترات، العوده الى المقدمه، العوده الى الصداره، الى المركز الاول، الى من قادت هذا الشوط، الى من اعلنت ايضا بالانطلاق مع المقدمه مع المركز الاول خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل. وتحديات من حاف على المركز الاول، من حاف على الصداره مشاهدينا الاعزاء بشعار هجن العاصفه الواثق حمد بن راشد بن غدير من يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق. سمحه تتواجد في المركز الثاني بالانطلاق هناك ايضا مشاهدينا الاعزاء مع من حاف وسمحه في المركز الثاني لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد ال نهيان المحترف يمعى بن عتيق الرميثي يتولى عمليه التضمير لدى انطلاقه سمحه في هذا الاداء الرائع والجميل. تحركت ايضا مياسه مع المركز الثالث خلال هذا الانطلاق، مياسه لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم حمد بن ضعيب بن غدير يتولى عمليه التضمير. المركز الرابع هنا تاتي في هذا الانطلاق العفريت العفريت العفريت، وصلت العفريت غيرت الى المركز الرابع بشعار هجن الرياسه، احمد بن مطر بن مايد الخيالي من يقدم العفريت، ووصول خطير ايضا للقايه مع محنه في المركز الخامس في هذه اللحظات لهجن الرياسه، البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيالي من يقدم ايضا محنه بهذا الاسم الترادي على المركز الخامس خلال هذا الانطلاق. المركز السادس وصلت نشوه على المركز السادس من هجن الشحانيه محمد بن خالد العطيه قادم قادم مع نشوه في المركز السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السابع تصل حضور لتعلم بهذا الحضور المميز وحضور هجن العاصفه في ارضيه هذا الميدان، ويضمر حضور الواثق حمد بن راشد بن غدير مع المركز السابع. ولكن دعونا مع المقدمه، دعونا نتابع الصداره، التحدي الثنائي، الانطلاق مع المقدمه، وما زالت من حاف ما زالت من حاف على مقدمه هذا الشوط
على المركز الأول لتعلن بهذه الانطلاقة لدى الصدارة. دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير، خلاص بدأ التحدي، بدأ الانطلاق الجاد بحثا عن الفوز والناموس في هذا المهرجان القالي. وما زالت منحاف، ما زالت منحاف على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. تحركت هنا أيضا بهذه الانطلاقة نشوة على المركز الثاني، وصول أيضا العفريت على المركز الثالث. تحدت الأسماء، انطلق الكل نحو الفوز والناموس، وما زالت هنا منحاف على المقدمة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير من يعلن أيضا بانطلاقة منحاف. جولة الأوامر الأخيرة، الخمسمائة متر الأخيرة، تحرك الكل نشوة نشوة على المركز الثاني. هجن الشحانية والعفريت أيضا بشعار هجن الرياسة كوكب الذلاذية. الله يا سلام، منحاف منحاف نشوة مع اللحظات الأخيرة تأتي من الجانب الآخر لتغير في هذه الأمتار الأخيرة، منطلقة بهذا الشعار، شعار هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية من يأتي بانطلاقة هذا الاسم مع نشوة بالمركز الأول لتعلن أيضا باختطاف هذا الفوز والانتصار. هذه هي نشوة مشاهدينا الأعزاء، هذه هي نشوة تقدم هذه العروض الصباحية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا والناموس لا سيد محمد بن خالد العطية على هذا الفوز والانتصار من حاف المركز الثاني لهجن العاصفة. والمركز الثالث أتت العفريت من هجن الرياسة، بينما المركز الرابع كان أيضا مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق حضور لهجن العاصفة. والمركز الخامس أتت أيضا مياسة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. ما شاء الله، تحدي إدارة، انطلاق رائع وجميل خلال هذا الانطلاق المميز، خلال هذا التحدي المثير، حيث أتت نشوة مع الأمتار الأخيرة لتنتشي أيضا بكل معاني الفوز والناموس. مهدية هجن الشحانية هذا الفوز والانتصار بتوقيت زمني 7:31 بالوفاء والتمام. تهانينا أيضا لمضمر نشوة محمد بن خالد العطية، بينما من أتت في المركز الثاني كانت منحاف لهجن العاصفة بتوقيت زمني مقدار 7:31، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للوادق حمد بن راشد بن غدير العفريت في المركز الثالث لهجن الرياسة بتوقيت زمني 7:33، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي على هذا الفوز والانتصار. تهانينا.